كان ضابط مخابرات، امي كانت مديرة مكتب رئيس اتحاد الشبيبة، اختي كانت عضو فعال بالاتحاد النسائي، واخي كان بياع دخان وكتيب تقارير لمصلحة الوطن. من الطبيعي اني انزل من بطن امي مساعد اول. ابي فرز لي 5-6 مساعدين يساعدوني بالحياة، بالإذاعة والتلفزيون غصبن عن راس امهم حطوني مساعد مخرج، وبالاتحاد الرياضي غصبن عن راس ابوهم حطوني مساعد رئيس الاتحاد الرياضي. من طبعي كنت حب المساعدة، ساعدت البعثيين وساعدت الشبيحة والمخابرات انه نلقي القبض على المعارضين، وقد ما ساعدت وساعدت من الطبيعي انه ينكسر ساعد ايدي لاني ضربت فيه كتير كفوف بالجوية، كنت اخبط كفوف. فاليوم حابب ساعد الوطن وساعد الرياضة، وقلت لحالي بساعدكم وبصير ملاكم. اخ ابي كان معتقل، امي كانت مفكرة بس ما خلوها تفكر مشان يحموا الوطن، اخي كان شيوعي اعتقلوا اخوان مسلمين، اختي ما قطعت درس بالجامع اعتقلوها بتهمة الشيوعية. من الطبيعي اني انزل من بطن امي ما لاقي حدا من العيلة، بس الحق يقال كنا عيلة محترمة ووضعنا منيح، ونزلت بتمي في معلقة من ذهب بس رامي مخلوف سرق المعلقة. حبيت وحدة اسمها حياة، وقت حافظ الأسد قال الرياضة حياة قتلولي حياتي مشان يخلوا حياة وحدة هي حياة حافظ الأسد. من الطبيعي اني روح باتجاه الفن النبيل، لاني كنت بحب الفن وبحب رفيقي نبيل يلي خفومي على وش الأرض وأمه لهلأ عم تبكي عليه، وبالتالي قررت نصير ملاكم، يعني يكون بعالم الفن النبيل. تحب تخسر بضربة بوكس قاضية، لما برصاصة قناص إيراني قاضية، لما بضربة كهرباء من علي مملوك قاضية. بتحب رد عليك بحركة مصارعة من حركات خالد الفرج اللي جاب لنا ذهبيات كتير بالأولمبيات والحكومة ما اهتمت فيه، لما بتحب رد عليك في بوكس ملاكمة من بوكسات محمد رسول مصطفى اللي استشهد برصاصة قناص، لما بتحب رد عليك بمظاهرة من مظاهرات الساروت الله يحميه. اوعى النقزه، بتقدر تنكر انه باسل الاسد كان هو الفارس الذهبي؟ بتقدر تنكر انه كان ذهب تقليد والفارس الذهبي هو محمد القصار اللي باسل الاسد خفاه من على وش الارض مشي 30 سنه ولهلا هو بالسجن بعد ما محمد القصار تفوق على باسل الاسد؟ على فكرة الفارس الذهبي اسم كاتب مسرح. شو يعني مسرح؟ يعني فكر بفيد الوطن. شو يعني فكر؟ الله يعينك يا وطني على هالعلقة. خلينا نبلش الجولة. شبيحة ربطوا لفوا ارفعوا له راسه، المواطن عنا ما بيرفع راسه بينزلوا، نزلوا له راسه. جاهز للجولة؟ بلشنا. لهلا النتيجة 15-0. فكوه. صارت النتيجة 15-3. يعني لساتك خسران 15-3. وما أدراك ما 15-3. فهمكن كفاية. ويا بشر ومالك منا خود ماهر وارحل عنا وشرعيتك سقطت عنا، ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا بشار ويا كذاب وتقرب انت وهالخطاب الحرية صارت هالباب، ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا بشار ويا كذاب وتضرب انت
خطاب الحرية صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار. وهي من رياضيين سوريا الأحرار، ومن شهداء سوريا، ومن كل رياضي حر بده يبني سوريا الجديدة. لسوريا الله يا سوريا. دقوا عالخشب يا حبايب، دقوا عالخشب، ثورتنا ثورة حرية والنصر انكتب. الجيش الحر هو العز رح يهز النظام هز، الجيش الحر هو العز رح يهز النظام هز، والنصر انكتب. ايه والله دقوا عالخشب. الملعب عرض وطول، بدنا جول هاتوا الجول يهز الملعب عرض وطول، والنصر انكتب. ايه والله دقوا عالخشب.